حقيقة صحيح. طيب أنا كنت قريت برضو، يعني كان في تصريح للمخرج محمد خان كان عقب وقال إن المؤلف الحقيقي لفيلم السادات الكاتب محفوظ عبد الرحمن مش أحمد بهجت. أحمد بهجت كتب السيناريو ولكن المؤلف الأصلي هو محفوظ عبد الرحمن. إيه حقيقة الأمر ده؟ حقيقة الأمر دي أنا معرفتهاش إلا من مقالة ابن أحمد بهجت محمد في الأهرام، كتب المؤلف النبيل محفوظ عبد الرحمن، وراح حكي المؤلف النبيل ليه حكى القصة. أحمد زكي لما جه يعمل السادات وشاف السيناريو اللي كتبه الراحل أحمد بهجت ما عجبوش، ما اقتنعش بيه، فلجأ لآخرين كتبوا له سيناريوهات تانية للسادات واحتار يختار انهي. فجي المحفوظ زي ما بقول لك دايما هو كان مصري. يرجع له في دي اي نقطة برضو مشكله صعبة. تقابله. جه المحفوظ وقال له انا محتار، ما تكتبه لي انت. قال له لا انا مش عايز اكتب عن السادات بمنتهى الصراحه، طب ليه؟ عشان هو ناصري؟ مش وهل هو مقتنع بيه، مش مقتنع. ما كانش وقتها بيحب لا رئيس يعني السادات، هو محفوظ لا يمكن يكتب إلا الحاجة اللي هو بيحبها. مقتنع بيها تماما واللي قاصد من خلالها يوري حاجة للمصريين. يعني أي شخصية بيبقى الهدف لما كتب أم كلثوم عايز يوري المجتمع المصري فلاحة فقيرة بدأت من الصفر وارتقت إلى أن بقت أعلى قمة المجتمع. طب ليه رفض هو انه يكتب سيره ذاتيه لمحمد عبد الوهاب؟ يعني النهله القدسي جت لغايه عندكم في البيت وطلبت كتابه عمل درامي ليه، ولكن هو رفض. ليه رفض؟ ما هو برضه شخصيه برضه لا يستهان بيها محمد عبد الوهاب. تاريخها ما فيهوش كتير، التاريخ كله موسيقى وهو يعني مش تخصصه، انما ما فيش قصص موضوعيه عشان يكتب عنها، فاعتذر مرضيش. يعني بيبقى فعلا بالنسبة له أهم حاجة مش الشخصية قد ما ما لازم الدراما يشوف فيها إيه. الدراما جوه إيه، يعني لازم تبقى شخصية فيها دراما. أم كلثوم مليانة دراما ومليانة ناس بتساعدها ومليانة نجاحات وإخفاقات يعني مليانة. لما كتب عن عبد الله النديم نفس الحكاية، لما كتب عن عبد الناصر اختار حاجة مهمة جدا، وهكذا هو لازم كان يلاقي حاجة درامية مهمة يكتب عنها. طب فكرة ان الكاتب محفوظ عبد الرحمن ليه رفض ان يكتب اسمه على تتر الفيلم، فيلم ايام السادات، لان فيلم عبقري الحقيقة، وكان مفاجأة انه يكون هو الكاتب الاصلي وما يكتبش اسمه. هل خوفا مثلا انه ناصري هو ومن هجوم الناصريين عليه؟ محفوظ ما قعدش كتابة الفيلم، لا محفوظ رتب السيناريو لأحمد، لغاله حاجة ممكن تقلل من السيناريو وزود له حاجة تنجح السيناريو، وقال له أحمد بهجت اسم أكبر من إن أي حد يصلحه. ورفض، عشان كده محمد كتب الكاتب النبيل محفوظ عبد الرحمن. طيب المخرج محمد خان اتضايق من الفكرة دي، من فكرة تدخل محفوظ عبد الرحمن في السيناريو؟ أنا معرفش بقى تم إيه بينهم الحقيقة، لكن هو كان صرح ده بناء على التعديل اللي حصل، لكن حقيقة الأمر مش محفوظ اللي كتبها. لا الحقيقة لأن كان في بعض المشاهد يعني اللي كان كتبها محفوظ عبد الرحمن ورفض محمد خان إن أحمد زكي يعملها، وحط أحمد زكي في مأزق لأن كان مصر إن هو يعملها. فإيه حقيقة الأمر في الموضوع ده؟ لا عندك أنا فكرة؟ معرفوش، لا معرفوش. ده كان كلام صرح بيه محمد خان. محفوظ ما جابش سيرته، لأن محفوظ ما كانش عايز حد أبدا يعرف ما حدث. بس يعني احمد زكي يقال انه كان شديد الذكاء وقدر ان هو ينفذ كل المشاهد اللي هو كان حابب انه يعملها. ما اعرفش عمل ايه مع محمد خان، ولكن قدر ان هو ينفذ كل المشاهد، قدر ينفذ اللي هو عايزه ويطلع الفيلم، لان هو كان عايز، مجنون عايز يمثل انور السادات. صحيح. وكان يجي يقلده لنا في البيت، يعني هو يتميز بالتقمص.